أبدى مراقبون اهتماما خاصا بما كشف عنه وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني جيمس جيلفرلي عن سعي الحكومة البريطانية لمعالجة الأوضاع في العراق وعدم مغادرة بغداد. ونقلت وكالة سبوتنيك عن المراقبين قولهم أن بريطانيا تاريخ طويل مع العراق ولديها دراية كبيرة بما يجري فيه، لذا سيكون الملف العراقي بعهدة البريطانيين بعد تخفيض الوجود العسكري الأمريكي. وأضافوا سيكون لبريطانيا بحكم خبرتها في العراق مساحة أفضل من الأمريكيين، فالدول الأوروبية تتعامل مع العراق من النافذة الاقتصادية وليست العسكرية كما تتعامل الولايات المتحدة، مضيفين أن بريطانيا ستؤدي دورا في العراق بسبب علاقاتها الجيدة مع إيران، فالولايات المتحدة لم تستطع احتواء المشاكل العراقية.